كورتا. لو انا حبيت اروح اعمل سيرش عندي على اي صوره، فبكتب له اسم الصوره او الصور الكاتيجوري اللي انا عايزه، ثم اجي هنا من ايمجز اضغط عليها، ثم اخش من تولز واقول لو سمحت اديني هنا لارج الايه الصور، عايز الصور اللي هي كبيره. هيجيب لي فلترنج، او هيروح يعمل لي فلترنج على الصور. فهاجي اخش على الصور، هل هاخد دي؟ لا، هخش على اصل مصدرها وافضل ماشي وراها لحد ما اجيب لي اصل المصدر. الحق دي يا ندى صغرت. لا اصبري، دوس كده وان كليك عليها تاني. شايف البلس دي يا ندى؟ أو دوس عليها كمان لحد ما توصل لحد اخر مرحله. هاجي بعد كده برايت كليك واقول له هنا سيف از ايمج واقول له سيف. في فرق بقى ما بين الصورتين اللي انت خدتهم اللي هي دي ودي. هقول لك فرضا احنا لما نبقى نيجي ناخد ونبدا الفوتوشوب، حلو، انا عايزين نروح نعدل في عين البيبي الموجود ده مثلا، انهي صوره من ضمن الصور دي اللي تساعدني اكتر؟ تفتكروا انهي واحده؟ الريزوليوشن بتاعتها أعلى. طب ايه السبب؟ لان انت هتبقي شايفه التفاصيل بتاعتها. يعني لو انا جيت مثلا فتحت الصوره اللي هي الريزوليوشن بتاعتها ضعيفه، خلي بالك كلها انا بقول ده مش شرح، ده مجرد دردشه حدوته بس لا اكثر في البدايه. ليه؟ عشان اوريك ان انت ازاي تجيبي صوره من الانترنت تكون كويسه. حاجه اخد الصوره دي اهي، وهاجي اروح اعمل زوم على العين اللي ندى عايزه تغير ايه اللون بتاعها. ايه رايك كده؟ هتبكسل شبان، هتبكسل في مربعات، انا مش شايف حاجه. يبقى انا فعلا انا مضطر ان انا اروح اخد الصوره اللي هي الريزولوشن السايز بتاعتها اللي الكبير. هي دي ينفع؟ اه طبعا باينه. خلاص هقدر اروح اعمل هنا سلكت. طبعا الكلام ده مش شرح، الكلام ده انا بفرجكم بس. ايه هي الميزه؟ ان انا لما بجيب صوره الريزولوشن بتاعتها عاليه اهي كده، ثم اروح اجمع. طبعا ده الكلام ده مش شرح، احنا لسه ما بدناش اصلا اي حاجه خالص. كل اللي انا جاي بتكلم فيه ان انا ازاي استغل الانترنت في ان انا اجيب صوره درجه نقائها عاليه، والافاده اللي هتعود عليا. تعالى مثلا هاجي هنا هعمل حاجه اسمها لاير، تمام، وهاجي اخلي درجه لون عين البيبي دي لونها اخضر كده مثلا. ايه رايكم كده؟ حلوه؟ ها؟ محتاجه شغل. حلو، ايه هو الشغل بقى؟ ان انا اروح ادوب اطراف الصوره، ده برضك ده مش شرح، خلي بالك ان احنا لسه ما خدناش حاجه. واجي اعمل حاجه اسمها سيلكت انفرس، ثم اجي ادوس على ديليت. حد شاف الاطراف حصل لها ايه؟ دابت. ثم اخر مرحله حاجه اقول له لو سمحت روح خليها لي هنا اوفرلاي. ايه رايك كده في عين البيبي ده؟ كويسه كده؟ حلو تمام. لا والله اللون مش عاجبني مثلا، هتيجي مثلا امنيه ميرنا مثلا تقول لي اللون مش حلو، طب تعالى يا ميرنا كده هاتي هنا هيو ساتوريشن وتعالي غيري درجه اللون على حسب مزاجك. حلو دي كده يا ميرنا تعجبك؟ اه. طب زودي درجه اللايت براحتك. طب ازود الساتوريشن بتاعت اللون؟ تمام، اه دي اللي عجباني. خلاص مين بقى اللي ساعدك في الكلام ده كله؟ هل كانت تنفع في الصوره المبكسله دي ولا لازم اجيب صوره درجه نقاء عالي؟ انا كان نقاها عالي طبعا. حد فهم الزيتونه ماشيه ازاي؟ الزيتونه دي اللي هي بتبقى حاجه في المستخبى. وصلت عامله ازاي؟ تمام. طيب طب هقول لك، افرضي ان انت مثلا عايزه تروحي، احيانا بتشوف على السوشيال ميديا ان فلان في جرح في وشه، وفلان في مش عارف دم، شويه دم مش عارف ايه، الحاجات الكتير اللي بنشوفها على الفيسبوك. طب انا عايز اعملها، برضك الكواليتي بتاعت الصور هي اللي بتجبرك ان انت تروحي تعملي الكلام ده بطريقه كويسه. طبعا انا منزل شويه صور دي فور اكزامبل كده، احنا بنجرب عليها وهبعتها لكم لو انتم حابين تجربوا يعني. اه حابين. اه خلي بالك احنا لسه في اول مرحله، احنا ما خدناش حاجه خالص غير ان احنا بنشوف درجه اهميه ان انت تجيبي صوره درجه نقائها عاليه. اه على فكره دي حاجه مهمه جدا، على فكره جدا بتبقى متعبه جدا، طبعا بتضيع وقت كتير. طبعا دي حاجه في منتهى الاهميه. بصي اهم حاجه ان انت تظبطي طريقه شغلك قبل ما تشتغلي. تمام. اكرم انت معايا؟ اكرم ولا فين؟ اكرم انا عندي مشكله في الصوره بس بحاول مش ظاهره عندي. طيب اوكي. بص انا حاجه اخد صوره من ضمن الاكزامبلز اللي هي دي كده مثلا واجيبها هنا اهو كده. طب دي مشكله، مش انت عندك صوره وانت حابه تشتغلي بيها؟ انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ اه طب الصوره مش عايز تفتح وخلاص قفلت معايا، انا محتاج الصوره دي. صوره زي دي كده عشان تشتغل بيها انت مضطر تروح تفتحها على برنامج البينت الاول. يعني هاجي كليك يمين كده وحاجه اقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي ليها اوبن ويز على برنامج البينت العادي بتاع الويندوز. الصوره تبقى بايظه بس انت بتصلحيها من خلال حفظك ليها باكستنشن تاني، البينت الوحيد اللي هيتفتح بيه. وهاجي كده اخدها هنا اللي هي الجي بي اي جي واحفظها على الديسك توب. يعني هل هي كده خلاص نفعت؟ اه اهي، هاخد الصوره دي كده اهي واعمل لها هنا دراج اهي وادي الصوره اهي.
جت ورضيت. تعالي بقى هنا اهو كده افك الصوره بردك، ده انه مش بشرح حاجه هنا كده بالاستيكه، وابتدي اروح اطير اطراف الصوره عشان اعمل تداخل ما بين الصوره دي والارضيه اللي موجوده عندي. اهي بصي، تعالي نصغر هنا حجم الاستيكه. هتشوف حاجه؟ جرح بقى مش جرح. هتشايف؟ اهو حلو كده؟ تمام. انت ليه انت تبوظ صور اصحابكم النهارده صح؟ وصلت؟ وصلت اهو. طبعا ما هيش بروفيشنال قوي، بس احنا بنتكلم بس لمجرد ان انا اوريك ايه؟ انتقاء الصور بدرجه ريزولوشن عاليه، دي حاجه في منتهى الاهميه. تمام. وصلت اول زيتونه؟ تمام. طيب تعالى لزيتونه ثانيه. هستخدم برضك الانترنت في ايه؟ هقول لك انتوا احنا بنروح نكتب مثلا جوه الفوتوشوب وجوه الاستريتور ايه ديزاين صح؟ صح. نكتب ازاي يعني؟ مش فاهم. برضك انا مش بشتغل فوتوشوب، انا برضك المقصود لسه معايا هوضحه دلوقتي. لما باجي اكتب كده وهاجي اكتب له هنا اهو كده ايه؟ ندى اهي. لا ده كده بيكتب عربي. واكتب هنا كده ايه؟ ندى. طيب هو جه كتب اسم ندى ايه؟ ايوه ايه الهدف؟ يبقى الهدف من الفونت ان انت تروح تكتب دي. هل في هدف تاني مستخبي؟ اه. حد عارف ايه هو؟ ايه بيبي يا ماما اللي هو ايه؟ حاجه اقول له انا عايز، والله انا عايز فري فونت. ايه ده انت هتضيف، هجيب فونت عشان تروح تضيفه عادي يعني؟ مش قصه، مش هي دي الواو يعني. لا هقول لك ازاي. انت هتروح تجيبي هنا فونت، والفونت اللي موجود هنا انا عايز استفيد برسمته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هاجي اقول لو سمحت مثلا فور اكزامبل، هاجي اقول لو سمحت نزل لي انيمالز مثلا. يعني ايه انيمالز؟ هينزل لك فونت، بس بدل ما يكتب اي بي سي هيروح يرسم لك الرسومات دي. هل بالنسبه لي اسهل ان انا اروح ارسم الرسمه دي عشان استغلها، ولا اروح اجيب فونت واخد الرسمه جاهزه؟ اني احسن؟ ياخدها جاهزه. هو انتوا فصلتوا ولا؟ حد بس يسيب المايك مفتوح عشان اسمع صوته بس. تمام. اه فانا بالنسبه لي ان انا اروح اجيب رسمه زي كده كفونت. طب حد يختار؟ ومين معايا دلوقتي؟ ندى ولا مين؟ اه انا مع ندى. وندى موجود. اه طب اختاروا اي حاجه من دول على مزاجكم. مثلا فور اكزامبل يعني ده في كتير كتير جدا. الفراشات الاولانيه كويس. الفراشات اه حلو الفراشات ماشي. حاجه اقول له هنا داونلود نزلت. تمام. اهي حاجه اشوف هي موجوده فين على الديسك توب، واجي اخدها من على الديسك توب كده كات واروح في اي حته فاضيه. ده يعني حط كده فولدر اهو، خدتي بالك؟ عشان بس من الدنيا ايه حاجتك ما تتوهش. الفايل اللي نزل اهو حاجه رايت كليك واقول له هنا ايه؟ اكستراكت. خلاص هيفك. فين هو؟ اهو. حاجه هسطبه ازاي؟ بس هو سؤال، هو ده بيتسطب على الفوتوشوب؟ لا، ده بيتسطب على اي حاجه نازله اندر ويندوز، سواء كان فوتوشوب، سواء كان الستريتور، سواء كان انديزاين، سواء وورد، باوربوينت، اكسل، اي حاجه. حاجه دبل كليك. وحاجه اقول له هنا ايه؟ انستول. خلاص هو كده نزل. تمام؟ خلاص تعال نكتب بقى على الفوتوشوب. تمام. تعال نشوف هنا اسم ندى، ونشوف اللي هي ايه الفراشات اللي نزل جديد. فين هي؟ هي دي. اسمها ايه اهي؟ هتشايفها؟ ندى بقى ندى بقى عايزه ايه؟ هي عايزه الفراشه دي. بدل ما كانت عايزه ترسمها، لا هي موجوده جاهزه. يبقى ندى هتعمل ايه؟ هتروح لاغيه كل الحروف، هي محتاجه فراشه واحده بس اللي هي دي. طب ليه يا ندى؟ عشان انت محتاجه ان انت بدل ما ترسميها، لا انت عايزاها تحطيها في الديزاين بتاعك. يبقى كده انت وفرت ولا ما وفرتيش؟ وفرت طبعا. فانت عايزه تروح تحطي دي كانها ستاند ليك انت في شغلك، شغل مثلا كده مثلا. واعمل لها الت واسحب كده لو عايزه تكرريها. حد معايا ولا؟ فهي الفكره او تاني استخدام في منتهى الاهميه ليك الانترنت، ان انت تروح تعملي داونلود لفونت مش للكتابه بس، ده انت عشان تروح تستخدمي او تروح تستغلي الرسومات بتاعته. بصي في كميه افكار ممكن توفرها على نفسك، كميه رسومات بنت لذينه. بص قد ايه؟ امي حد معايا ولا؟ وبعد كده مش دولت بس، بصي حد شايف؟ وصلت؟
طب انا ما ينفعش اعدل مثلا الحرف دوت لشيب يعني الشكل ما هنعدله يبقى طبعا شيب كصورة؟ وهنحوله شيب طبعا، بس احنا كده في اول مرحله ان انا ازاي بروح استغل الفونتات كاستخدم رسوماتها. وصلت؟ تمام، مهمة يعني. طيب يعني انا كده ما ينفعش استغنى عن برنامج عن التاني، احنا هناخد فوتوشوب وهناخد الستريتور وهناخد انديزاين. طب الفوتوشوب ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج، اصل البرنامج هو عباره عن برنامج تعديل في الصور. طب هل هو بيرسم؟ اه طبعا بيرسم طبعا، خدت بالك؟ لكن اصلا هو عباره عن ايه؟ برنامج تعديل في الصور، بيعمل ريتاتشنج للصور، يغير الوان الصور وهكذا. البرنامج نفسه شغال ايه؟ شغال راستر ايمج، يعني هو بيتعامل مع البيكسلز اللي هي المربعات الصغننه اللي احنا هناخدها بتفاصيلها اللي هي مكونه للصور. طيب ده الفوتوشوب. طب تاني حاجه برنامج الستريت. طب عباره عن ايه البرنامج الستريت ده؟ شغال عباره عن فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني هو بيروح، مفيش حاجه اسمها بيكسل، لو انت بترسمي مفيش حاجه اسمها بيكسلز. معايا؟ اصل البرنامج هو عباره عن برنامج رسم. طب بيتعامل مع الصور؟ بيعرف يعدل في الصور؟ لا. يتحط جوه الصور؟ اه. خدت بالك؟ يعني هو عباره عن برنامج اصله رسم. طب في عندك حاجه تانيه؟ طبعا الكلام ده اللي انا بقوله سريعا ده احنا هنقعد تفصيليا. في عندي برنامج تاني اسمه انديزاين. حد سمع عنه؟ مجرد سمع يعني. ايه؟ انه مين اللي بيستخدم في الحاجات اللي فيها تكست زي البروشورز والبامفلتس والحاجات دي كلها اللي محتاجه تكست والاينمنت ومفيش. بس خدي بالك التكست الاينمنت ده بيتعمل في الاستريتور كويس قوي. لكن ايه هي الميزه اللي بتميز انديزاين تحديدا؟ الميزه اللي بتميز انديزاين تحديدا ده لسه كنت هقول لك، الميزه اللي بتميز انزاين تحديدا ان هو بيعمل اي ما هو عدد صفحات كتير، يعني سواء كان كتب او مجلات او جرايد اللي هي فيها حاجه اسمها بيج نمبر، يعني انت ممكن تروح تعملي ترقيم صفحه عندك جوه الانزاين. هو انت ما ينفعش تعملوا الكلام ده يا جماعه عندنا جوه الفوتوشوب والاستريتور؟ ينفع طبعا، بس هتعمله مانيوال. لكن جوه الانزاين هتعملي مره واحده وهو اوتوماتيك هيتعمل على الكل. آه عايز اروح اعمل ووتر مارك، الكلام ده ما ينفعش على الفوتوشوب والانزاين، على الاستريتور ينفع بس مانيوال. لكن الانديزاين انت بتحطيها مره واحده وبتتكرر على الكل. ينفع اعمل تيبلز؟ انت فاهماني؟ في ما يخص الانديزاين تحديدا، فيما يخصه في حاجات معينه. يعني ترقيم صفحات، اقدر اروح اعمل تيبلز، اقدر اروح اعمل ووتر مارك، اقدر اروح اعمل اي ما يخص اللي هو الكتاب والمجال. معايا؟ فكل واحد منهم هو عباره عن تخصص معين، الثلاثه اخوات، وباخد منهم واحط في ده زي ما احنا هناخد كده تباعا مع بعضنا. بس هي الفكره انت جوكر. لازم تعرفي امتى استخدم مين في انهي موقف، وهو ده اللي هيطلع من الاساينمنت اللي احنا هنشتغلها ستيب باي ستيب. لحد كده في مشكله؟ لا لا تمام. طب تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي برنامج من الثلاثه، يعني مثلا انا هقفل البرنامج ده كده اهو، احنا لسه برضك ما خدناش حاجه خالص. انا هروح افتح برنامج مثلا زي الفوتوشوب. ماله فوتوشوب؟ انت قلت لنا من شويه ان هو عباره عن برنامج تعديل في الصور. طب تمام، مش هو جواه مجموعه تولز؟ اه جواه مجموعه تولز. زي ايه؟ انا اروح اعمل هنا كده فايل اوبن لاي صور، حلو، وليكن الصوره دي كده مثلا، حد شايفها؟ طيب ايه التولز اللي موجوده من جوه؟ ايه ده؟ إيه دي عباره عن ايه؟ وانتوا رحتوا فين يا جماعه؟ ايوه البراش تول. دي البراش بتعمل ايه البراش دي؟ تمام عادي، يعني البراش دي بترسم، ما هياش قصه يعني، صح؟ طيب تمام. هل ليها استخدام تاني؟ اه طبعا، ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نتعلمه. يعني انا هاجي هنا كده واجي اقول له لو سمحت انا عايز هنا، وخدوا بالكم معايا، هاجي اقول له هنا فري فوتوشوب براشز اهي. انت يعني هتروح تنزل لنا هتنزل لنا شويه براشز يعني؟ ما انا هقول لك شويه البراشز دي استخدمهم ايه. انا مش هروح استخدمهم فين؟ في ان اروح ارسم بيهم، ده اروح استخدمهم كافكت. يعني هروح اجيب مثلا هنا اهو اللي هي اللايتنج اللي زي دي كده، ده شكل براش، وهاجي اقول له هنا فري داونلود، هتيجي نزل هنا عندك اهي. مش عارف حد شايف اه ولا لا؟ شايفينه؟ خدت بالك؟ طب ايه النتيجه اللي هتحصل من هنا؟ انا هروح اجيب بس قبل ما هي تنزل اجيب اي اكزامبل من الموجودين عندي. يعني تعالى هروح هنا اهو كده مثلا اهو، في عندي مجموعة أنا كنت شايلها بشتغل بيها، دي مجموعة براشز أهي. عايز تجيب أشوف كده اللايتنج هل موجود أه ولا لأ؟ أهي، هتشايفها؟ طب مالها؟
هاخدها في مكان بردك فولدر فاضي، وهفكها زي الايه زي الفون. طب هتطلع كده حاجه ادوس عليها ضربت لك. في حد شايف في تغيير حصل؟ شكل الماوس خد تقريبا شكل براش. لا، هتلاقي هنا هو من جوه اسم البراش، هتلاقيها في الاخر خالص اهي. ايه اللي طلع عندك؟ حد شايف؟ دخلت على الفوتوشوب على طول. طب انا هعمل بيها ايه؟ اه هعمل بيها ايه؟ انت مش هتروحي تستخدميها في التلوين كده، انا مش عايزه كده. لا، ده انا محتاجها عشان ادي افكت كده، انا محتاج الشكل ده كده. حد معايا ولا فين؟ ايوه مع حضرتك. طيب تاني، انا هاجي بعد ما اروح اعمل داونلود، تعالى نشوف حاجه تانية. يعني تعالى كده واشوف شكل من اشكال البراشز تاني. يعني تعالى نجيب مثلا في براش مشهور اسمه سموك. فين سموك هنا لو حد شايف معايا؟ سموك سموك، حد شايفه ولا؟ مش شايفه هنا. طب تعالى نكبرهم كده اهم. مش مهم، تعال ناخد اي واحد. تعال مثلا ناخد ها انيما. قولي اول عايزين ايه؟ طيب اي حاجه عايز. اي هي دي دبل كليك، واجي ابص هنا كده في الاخر خالص اهي. ايه ده؟ دي ما نزلتش. احيانا بتضطر ان انت تروحي تقفلي ده كده وتفتحيه، كانك بتعملي ريفرشمنت لمين؟ للفوتوشوب. يعني لو انت لقيتي ان الحاجه بتاعتك ما نزلتش، اقفلي وافتحي الفوتوشوب. خدتي بالك؟ اجي كده واعمل هنا فايل اوبن بالسوق، وممكن اعمل ريسنت، افتح الريسنت اللي كانت موجوده. فايل ريسنت اهي، واروح جاي فاتح الفايل. شوف ده ايه ده؟ اعمل هنا فايل اوبن اهي، وهاخد الصوره اهي، واجي اشوف البراش اللي هي دي، واجي كده افتح اخر واحده اهي. نزلت نزلت هي العيون اللي تحت اهي. بس خدي بالك قبل ما تعملي حاجه لازم تيجي تدوسي هنا على كلمه لير، واعمل نيو لير عشان ما ابوظش اصل الصور. حد عارف لير يعني ايه؟ لحد بناخدها تفصيليا. حد عارف ورق الكلك؟ ورق شفاف. بجيب هنا ورق شفاف اه عشان ما اروحش ارسم على اصل الصوره مؤقتا لحد ما نشرح قائمه لير، واجي ارسم هنا كده. ادي عيني، شايف حاجه؟ يبقى انا كده استغليت ان البروج بتاعتي اللي انا هستخدمها مش هروح انزلها عشان اروح ارسم بيها كده. انا مش قيمه بالنسبه لي في الوقت ده، اللي هي قيمتها عشان انا محتاج الرسمه دي. حد معايا ولا فين؟ اه تمام. اجيبها كده ولا اروح ارسمها؟ اجيبها على طول. طيب تاني، انا باجي هنا اهو واجي اقول لو سمحت انا عايز فري فوتوشوب براشز، ثم اروح انقي شكل البراش اللي انا عايزها. طب مش فاهم، هو انا هنقي على اساس ايه؟ انت محتاجه ايه في الديزاين اللي انت شغاله فيه؟ حد يختار مثلا وانا معاه. حد ينقي اي حاجه. اللينس فلير اللي عندك دي. اللينس اللي هي دي؟ اه. اوكي، هدوس عليها كده وامسك. ثم هاجي اقول هنا في داونلود، واصبروا عندي على التحميل، وهتلاقيه نزل هنا اهو. بعد ما يطلع هروح افكه ما زي ما انتم شفتوه، ثم دبل كليك اهي تنزل اهي. حجمها 31 ميجا و2 من 10. خدت بالك؟ وبعد ما افكها هتدوس على الدبل كليك، ثم اجي افتح هنا الفوتوشوب هتلاقيها في اخر حاجه في القائمه بتاعت الايه؟ بتاعت البراشز. هتدوس عليها كده وان كليك، واستخدمها هنا كده ايه؟ جاست وان كليك بس عليها. حد معايا ولا فين؟ لحد ما تنزل. اجي كده على اشكال البراشز واختار الشكل اللي نزل وابتدي استخدمها كده. حد معايا؟ بس ما حدش ينسى يعمل لير لحد ما نشرح قائمه لير. ايه اللير دي؟ هي عباره عن ورقه مستقله بنفسها، تمام؟ بنزل عليها شكل افكت عشان ما يأثرش على الصور. مش فاهم، مش فاهم يعني البراشز او تاني او تالت استخدام للانترنت. انا ممكن اروح استدعي بعض التولز او الادوات الزياده من الانترنت استخدمها بطريقه مختلفه. البراش هو عباره عن اداه رسم، انا هروح انزل اشكال للبراشز مش عشان ارسم بيها، لا عشان اشتغل او اختار شكل الافكت بتاعها. وصلت؟ اوكي. هفتح برنامج الفوتوشوب، ماله؟ هروح اجيب الصوره اللي احنا شغالين عليها دي ونشتغل عليها. هنشتغل عليها ازاي؟ هقول لك حالا. هعمل كده فايل اوبن للصوره اللي انا بعتها لكم على الواتساب.
اجي كده اهي وادي الصوره اهي. خلاص انت عايز تعمل فيها ايه؟ احنا عايزين نروح نغير لون العين. حلو، خلي بالكم احنا مش بنشرح تولز. انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ ايوه حضرتك. طيب انا هاجي هنا اهو في الاداه اللي تحت اللي هي دي اللي هي شكل المغناطيس، واجي همشي هنا بالراحه على العين. ايه؟ ايوه، اللي هي بتعمل ايه؟ المغناطيس دي بتلقط او بتجذب الفرق ما بين لونين، يعني هي كده بتعمل سيلكت على ايه؟ على الفرق ما بين لونين، واقفل عند نقطه البدايه. هاجي هنا اهو واقول له اجمع. يعني ايه اجمع؟ يعني خلي السلكشن ده موجود واعمل الشكل التاني ده كده، يعني ادوس وافضل دايس واتحرك بالراحه على حدود الفرق ما بين لونين. لحد كده في مشكله؟ بس هو في حتت مش متظبطه، ده عادي؟ عادي لحد ما لحد دلوقتي احنا لسه يا دوبك بنجرب، احنا ما خدناش حاجه خالص اصلا. ماشي خلاص. لو انت عامله زي كده بتحب الحاجه مظبوطه قوي، اعملي اندو اللي هي كنترول زد ودوسي كده وان كليك وتحرك، بس حركتك تكون ابطا شويه. حضرتك ازاي جمعتهم؟ نعم، دوست على الجمع من فوق، من فوق اللي هي دي. هاجي تمام. هنا هاجي هنا نيو لاير، وهاجي هنا هاخد درجه لون ونفترض اخضر، واروح دلق اللون برضه. خلي بالكم احنا ما بنشرحش، ده مجرد حاجه بس تحدي يعني. فهاجي هنا كده الحدود حاده، فهطلع من قائمه سيلكت، هختار امر اسمه ايه للناس اللي فاكره؟ اللي فاكر. وهاجي ادي له قيمه 5، اكتب نفس الرقم لحد ما نشرحها واقول لك دي بتاعت ايه. وهاجي اقول له سيلكت، ها انفرس، واقول له ديليت عشان الاطراف تطير وتبقى داخله عندي على حدود العين. ثم اخر مرحله هروح اخلي دي هنا ايه؟ اوفرلي. بس اللون مش عاجبني قوي، طب انا عايز اروح اغيره، هغيره ازاي؟ لو حد فاكر. ايمج ادجستمنت نيو ساتوريشن. نيو ساتوريشن عايز ازود اللايت بتاعتها اهي. وصلت لحد كده؟ الكلام ده وصل؟ وصل. طب حد يعرف يعمله؟ انا مش هكمل، لما تخلصوا دي ترجعوا لي نكمل، ايه رايكم؟ تمام. ممكن تقول لو انا حبيت اروح اركب جرح من الجروح اللي انا بعتها لكم اللي هي زي دي كده، فانا هاخد اروح واخد دي كده دراج عندي على الفوتوشوب. طيب الصوره نزلت، بس حد يرد عليا. تمام تاني، انا عادة تاني، انا هاجي هنا اهو هسحب الجرح ده كده اهو، وهاجي هكبر الصورة بالحجم اللي انت عايزاه واديله علامة صح. ثم في هنا عندك مربع اللي هو بيعمل بروتكشن على الصورة، هتكليك يمين عشان افكه. وطبعا لما ناخد سبوت شوت هقول لك ده بيعمل ايه وليه بعمل بروتكشن وامتى بعمل بروتكشن. حاجة اسمها سمارت لاير، حاجه اقول له هنا راسترايز لاير يعني فك لي البروتكشن، هتلاقي المربع ده اختفى. هاجي بالاستيكه اللي هي دي، ثم هاجي هنا كده للاستيكه الثيكنس او التخانه بتاعت الاستيكه، واخلي هارن زيرو اللي هي ان هو ما يكونش فيه حاجه حاده خالص، خليها ناعمه. وهاجي هنا بالاستيكه وامسح من بعيد كده، بس ايه خليكي من بعيد عشان الجرح نفسه ما ايه ما يبص ما ايه ما يتمسحش، هاجي من بعيد كده. شايف؟ انت ايه بتلف حواليه؟ انت بتلغي اللي حواليه. واحده واحده بالراحه. عايز اكرره حاجه ادوس هنا الت واسحب. وصلت؟ تمام. طيب تاني عشان اسيبكم تجربوه، هاخد الجرح التاني. فين الجرح التاني؟ انا بعته لكم صح؟ هنشوف هو فين. مش انا بعت لكم جرح تاني يا جماعه على الواتساب؟ في صوره فيها غرزه كده. ايوه
هاجي كده اهي روتيت، ممكن اكبرها اهي واجيبها هنا كده. طب لو حد فاكر يقول الخطوات هي اهي. رايت كليك، رايت كليك، راسترايز، ثم اجيب الاستيكه، ثم اجي اخد هنا حجم الاستيكه والهارنس وابتدي اتحرك اهي. هتشايف واحده واحده وصلت؟ طب خلي بالكم، خلي بالكم برضك من حاجه، احنا يا جماعه لسه ما ابتديناش فوتوشوب ولا حاجه، احنا كل ده اللي احنا بنستخدمه ازاي ان انا اجيب تولز واستفيد بالانترنت في حاجه انا محتاجها جوه البرامج اللي احنا لسه ما اشتغلناش حاجه فيها خالص، واللي احنا بناخده ده مجرد تمشيه ايد على حاجه عجبتك مش اكتر يعني. وصلت؟ تمام. وصلت؟ تمام. وصلت. على الديسكتوب. اهي. شايفها؟ شايفها؟ واجي طبعا الريزولوشن بتاعت الصوره لازم تكون كويسه. يعني تعالى نطلع هنا كده واقول له هنا لو سمحت انا عايز من تولز. عايز انا هنا لارج. تعالى ناخد صوره تكون هاي كواليتي شويه. يعني مثلا دي. ده كل الصور بايظه. طب ممكن ناخد مين تاني طيب؟ اي حد اجنبي بقى تبقى الصور احسن شويه. ما الصور بحد ذاتها ضايعه يعني. أنا ممكن اخد صورتك يا اكرم والله. يا اكرم. أي اول ما اول ما تسمع صورتك تخلع على طول. خد اي صوره عادي. طيب خلينا في الصوره دي عشان بس ما نضيعش وقت اللي هم خلاص قربوا يخلصوا. فاجي من قائمه فلتر وخش هنا على ايه ليكوفاي، هتلاقي ان هو بيعمل ديتكشن على حسب ايه. شايف هنا كاتب لك ايه؟ شايفها؟ هو عمل ديتكشن للفيس اهي. تمام. اه شايفها؟ ممكن تحط اللينك، بص العين اللي هيحصل لها، بص حط اللينك والعب. فدي مجموعة ايه؟ حاجات جاهزة بتلعب فيها في اماكن العين والبق والمناخير وهكذا. طب لو في كذا حد في الصورة بيديتكت ازاي بقى؟ لا مش هيعمل لك ديتكشن، لازم تيجي بقى مانيوال هنا اهو وتبتدي انت تشتغل. يعني ايه مانيوال؟ بص 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 اهي. شايف حاجة؟ تمام تمام. اه ايه رأيك كده؟ تمام؟ تمام. كنت انا هاجي هنا كده لو انا هعمل سيرش على براش فهاجي اقول له انا عايز فري فوتوشوب براشز. تمام. فانت بتخش على الويب سايت اللي هي بتديك حاجه فري. تمام. احنا اتفقنا احنا ايه عايزين نستخدم نعمل استخدام غير ايه او نستغل التولز بتاعتنا في حاجه غير طبيعيه اللي هي ايه، ان البراشز دي عشان اروح ارسم بيها. فانا رحت نزلت لهم هنا اللي هي اللايتنج فنزلت عندي فجيت فكيتها. خد بالك مثلا زي دي كده فدوست عليه دبل كليك هتطلع عندي فين؟ هتطلع هنا في البراش اللي هي دي، واجي هنا كده من فوق هتلاقي اخر حاجه نزلت اللي هم دول. طب انت استفدت ايه؟ هل انت جبت دولت عشان تيجي ترسم بيها كده؟ لا، انت جبت البراش دي عشان انت عاجبك شكل اللايت بتاعها، فانت هتيجي تعمل هنا نيو لاير وتيجي تقول له لو سمحت انا عايز اصغر بس الحجم ده بس كده شويه وادي شكل اللايت. انت عايز تدي الايفكت ده على الصوره، انت فاهمني؟ تمام. لا اقصد يعني احنا بنستغل البراش في غير مكانها بحيث انها تديني افكت انا محتاج ان اطلعه، فاهمني؟ تمام فاهم. دي البراش ولسه بقى هنكمل بس هم شوفهم هنا كده جم ولا اه ولا لا. التولز اللي احنا عايزين نستخدمها احنا برضك احنا لسه ما فتحناش الفوتوشوب ولا اي حاجه من البرامج دي غير ان انا بستغل التولز دي في حاجه غير مكانها. خدت بالك؟ يعني مثلا هقول لك انت ايه التولز تاني موجوده عندك؟ انا في عندي براش وفي عندي بنسل وفي عندي حاجه كتير وعندي استيكه. طب انت في عندك هنا حاجه اسمها جريدينت. هو يعني ايه جريدينت؟ الجريدينت ده هو عباره عن مزيج لوني اهو. مش فاهم يعني ايه مزيج لوني؟ يعني هي عباره عن مجموعه الوان متداخله والحد الفاصل ما بين الالوان دي انت مش شايفه. شايف انت واخد بالك يا اكرم ولا؟ اه. طيب انا هعمل ايه؟ فانا هاجي هنا كده عندي على الايه؟ على جوجل واجي اقول لو سمحت انا عايز فري
فوتوشوب جريدينت اهي، بس انا مش عايز هنا بقى المره دي براشز، انا عايز جريدينت. اخش مثلا هنا اهو كده واشوف ايه الجريدينت المتاحه بالنسبه لي لو اهي داونلود. طب في حاجه تانية؟ اه ممكن تروح تتفرج على اي ويب سايت تانية، ما انتش لازم دي، يعني انت بتخش وبتجرب. هخش على دي في 32 واحد اهو جديد جريدينت اي فري، واجي اه ده كويس اه يمكن حاجه، اقول له هنا فري داونلود. طب انا هستخدمه ازاي؟ احنا كده كده هنستخدم جريدينت اللي هو المزيج اللوني ده، وهعرفك انت ازاي تصنع حته حته، بس كمان في نفس الوقت تستغل لو انت حابب تضيف جريدينت جاهزه انت جايبها من الانترنت. يعني انت دلوقتي انت رحت عملت هنا داونلود فنزل عندك اهو، هاجي هنا رايت كليك، هاجي اقول له هنا شو، هيظهر عندك. هتروح انت جاي واخده مثلا في مكان ما جديد، فين المكان ده؟ هاخده من هنا كات لمكان تاني يبقى اسهل، وايه والدنيا فيه فاضيه. هاجي كليك يمين واقول له هنا اكستراكت، يعني فكه لي هنا. هتلاقي اللي بيميزه هتلاقي فيه عندك شكل الايه؟ جريدينت، شكل الفايل ومكتوب عليه كلمه جريدينت. كل اللي انت هتيجي تعمله يا اكرم حاجه دوس عليه دبل كليك. ايه النتيجه اللي انا هشوفها؟ هيفتح لي الفوتوشوب والجريدينت هتزيد اللي انت رحت ضفتها. طب انا جبت هنا اه جبت ضفتها ليه؟ عشان لما تيجي عندك على الصوره وتدوس وان كليك كده وتسحب يروح فارد لك الالوان اللي انت جبتها. خدت بالك؟ يعني ايه اللي احنا بنستخدمه دلوقتي او اللي احنا بنتعلمه؟ ان انا بستخدم الانترنت في ان انا اروح ازود المكتبات اللي موجوده عندي واستغل الايه؟ التولز اللي هي اللي موجوده. يبقى انا كده عملت هنا ايه؟ جريدينت. وصلت؟ تمام. تعرف تعملها؟ تمام. اعملها وارجع. ده التولز الموجوده اللي هي جريدينت زي ما احنا اتعلمنا احنا نعمل داونلود من شويه. في ايه تاني عندك؟ انا في عندي كالر. مش فاهم. في عندي وظيفه اسمها كالر اللي انا بروح اختار بيها اللون، والكلام ده احنا ناخده حرفيا، وازاي ان انا اختار اللون مانيوال، وازاي ان انا احط الكالر كود بتاعه وهكذا. في عندي هنا قايمه اسمها سواتشز، السواتشز دي بتاعت الالوان برضه اهي. ايوه ماشي. طب انا عايز اروح، مش عايز اروح انا انقي اللون، ده انا عايز اروح اجيب الوان جاهزه. فهاجي بردك على الانترنت اهي، واجي اقول له لو سمحت انا عايز ان اهو فري فوتوشوب سواتشز، فري فوتوشوب سواتشز. فين؟ كتير قوي. هخش كده اشوف فين فين السواتشز اللي هي الفري. وخلي بالك انت احيانا ممكن تلاقي السواتشز دي مش بردك مش فري، يعني انت ممكن يعني هتتعبي شويه في التدوير يعني. اشوف دي كده هل فيها اه ولا لا، وهل سامح ان انا اخدها مجاني اه او لا. شايفه؟ هاخد ده مثلا، ادوس عليها وان كليك واوصل معاه لحد ما اشوف فين كلمه داونلود. يعني هو جايب دي، انا مش محتاج دي، عندي دي صوره. اشوف فين كلمه داونلود، هل هو سامح لي بيها اه ولا لا؟ خمنا كده هو. انتوا معايا؟ ايوه. طب تعالى نشوف دي، هنشوف كده هل في تاني؟ مفيش. تعال نرجع تاني كما كنا. يعني اقصد ان السيرش عندك هياخد بردك شويه ايه؟ ادي هنا السواتشز اهي. اوب اشوف دي هتشتغل معانا اه ولا لا. تعال نشوف هنا دي داونلود اهي، شايفها؟ طلع ابن حلال. هكليك يمين شوف. اوب فين هي؟ اهي. هاجي اقول له هنا اكستراكت واوديها بقى ايه في الفولدر اللي احنا بنفك فيه بره. يعني فولدر اسمه نيو فولدر 3 اهو. ايه اللي هيحصل؟ اهو فين السواتشز اللي هي اللي نزلت اللي هي الالوان اهي، شايفها؟ حد معايا ولا فين؟ اه مع حضرتك. اه بس خد بالك دي انا ادخلها ازاي دي؟ ده هو اداني باليتة الوان. لا ده السواتشز دي بتبقى عباره عن فايل واحد انت بتدوس عليه دبل كليك ينزل لك الالوان جاهزه، انت مش محتاجه صور، فدي خامه تانية. خلاص؟ فانا ارجع تاني كده عاوز اقول له شوف، وهعمل سيرش على الويب سايت اللي هي ممكن تديني حاجه جاي جاهزه. تعالى مفيش موقع مثلا معروفه يعني نستخدمها على طول؟ بص هو ايا كان حتى الموقع المعروف هو بيديك الحاجات القديمه عشان يفرجك على الجديد وتشتريه. فهي الفكره كلها انت هتتعبي شويه في السيرش لحد ما ايه؟ وبعد كده كده انا هعلمك ان انت تروح ايه تدخل تروح تصنعي كل حاجه في حذافيرها واحده واحده. بس مفيش مانع ان احنا نستغل تول طالما هو موفرها لي. ايوه توفر وقت ومجهود يعني. زي موضوع الفونت مثلا. خدت بالك؟
تعال نشوف هنا دي سواتشز مثلا اهي، او اجي اقول له هنا كده لو في هنا سواتشز، هنا في هنا سواتشز اهي، دي احنا جينا فيها قبل كده وما كانش جايبها لي صح؟ هاخد دي كده مثلا. هشوف هنا كده في الويب سايت اللي هي الايه كويس الحلال، هل هو بيقدم لي بردك ده ولا ايه؟ شايفها؟ بس بريميوم. هنشوف دي باك جراوند ودي باك جراوند، هتتعبوا شويه في موضوع الايه السيرش لحد ما ايه لحد ما تجيبوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. فكده انا بروح اعمل ايه؟ اقول له هنا فين انا عايز فيه فوتوشوب سواتشز مثلا، وابتدي ان انا اروح اعمل سيرش سواء من هنا او اخش على الايمجز مثلا عشان ابتدي اروح اشوف فين الويب سايت اللي بتقدم لي دول. اخش على دي كده اهي، شوف دي كده هل هي بتقدم لي خدمه ولا لا اهي. تراد بايس خش مثلا على دي مثلا، خش على الويب سايت. اكرم انت معايا؟ اكرم في لينك نزلت منه دلوقتي، ممكن ابعته لك. ايه ابعت لينك؟ ماشي. يعني اقصد هي عملت سيرش هتطول معاك، وبعد كده خد بالك بردك مش ده بس، يعني هي القصه ما هيش قصه سواتشز بس. انا ده جربته نزل هو دلوقتي نزلت اخر واحده اللي هي اورتي. لا اي هتلاقي في عندك اهي داونلود. اوكي بص هتيجي تخش بعد ما عملت لنا داونلود شو اهي، بص شكلها عندك بقى عامل ازاي، هتلاقي مكتوب عليها كلمه سواتش ازاي. يعني لو جينا خدناها هنا اهو كده اهي اهو رايت كليك بيست، هتشوفها دبل كليك عليها، هتلاقيها زودت فين القائمه اللي هي بتاعت سواتش الموجود. ايه الهدف بقى من كل الكلام ده؟ ان هو هنا يبقى فيه درجه لون، اخد بالبين بوكيت او حتى مثلا هعمل نيو لاير واروح الون دي خلاص، مجرد ان انا بقى ايه بستعين بمجموعه الوان جاهزه. وصلت؟ تمام. في حاجه من ضمن الحاجات المهمه قوي يا اكرم في الكورس، اللي هي حاجه اسمها الفاصل او المسارات. مش فاهم يعني كل التولز اللي احنا خدناها دي، او اللي احنا ما خدناش حاجه، دي يعتبر احنا دوبك بنشتغل في الانترنت بس. انا اقصد كل اللي احنا تقريبا اتعرفنا عليه لا شيء قصاد حاجه اسمها الباسز، اللي هي دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اداه حره برسم بيها، ثم اللي انا برسمه بحوله سيلكشن. انا بقول لك سياق الموضوع لكن دي هناخدها في المحاضره الثانيه، خدت بالك؟ وثم اجي الونه. ايوه ماشي. طب انا استفيد ايه؟ انت هنا اهو مديك مجموعه من الشيبس جاهزه، مش عارف حد شايفها ولا لا؟ ايوه حد شايف دول؟ طب افرض ان الكلام ده خلص، او الكلام ده انت زهقت منه، او عايز عناصر جديده، فانا هاجي اعمل ايه بردك؟ هاجي هنا كده واقول له لو سمحت انا عايز بردك فري. هو كله فري فري؟ طبعا. هو في حد منكم بيدفع فلوس ولا حاجه ولا ايه؟ لا. طيب مفيش حد هنا في مصر بيدفع فلوس. هاجي اقول له هنا ايه فري فوتوشوب، واجي اقول له انا لو سمحت انا عايز هنا شيبس. تخيل بقى كميه الشيبس يا اكرم اللي هي اللي موجوده عندك. انا هاجي هنا كده رايت كليك وافرجك بس على الاشكال قبل ما هي تنزل. يعني هاجي اعملها هنا كده داونلود. تحبوا يا جماعه نختار اي شكل من دول يعجبكم يعني؟ ولسه في كتير كمان. ماشي حلوه اللي هي اللي هي اخر الاسود في المكان، اخر واحده دي دي هي النجوم دي خش عليك. ثم هاجي اقول له هنا فري ايه داونلود. قبل ما تنزل بص كميه الشيبس اللي انت ممكن تستغليها قد ايه. بصي يعني انا اقصد يا اكرم بدل ما اروح ارسم اي حاجه من دولت انا اروح اعملها داونلود. فين هي اهي؟ تبقى جاهزه. جاهزه اوتوماتيك على طول. طبعا احنا كده كده هناخد ان احنا نرسمها ازاي بواحده واحده وايه حرف حرف، بس انا اقصد ان حبيت تستفيد وتستغل ان هي مجموعه الشيبس اللي موجوده اهي. هاجي هنا رايت كليك
واجي اقول له هنا اكستراكت هير اهي، ومن فضلك هتلاقي فيه نفس الشكل ده كده بس طالع هنا كلمه ايه؟ طب انت لما هتيجي تفتح كده عندك الفوتوشوب الشيبس اخرها ايه؟ تعالى كده هرجع لك دي كما كانت لسه الستاندرد اللي هو بتاع الفوتوشوب ريسيت شيبس اهي. بص دي، بص لما هتيجي تدوس هنا دبل كليك على شيبس ادي الورده هتشايف كده احسن ولا احسن ان انت تروح ترسمها؟ هتشايف وصلت؟ وصلت؟ ايه هو؟ بص في حاجه اخيره اللي هي حاجه اسمها اكشن. ايه هو الاكشن ده؟ الاكشن ده من ضمن الحاجات اللي هي وظيفه بحفظ جواها مجموعه حاجات مكرره او مجموعه عمليات مكرره دائمه التكرار. حد فاهم يعني؟ يعني انت كل يوم بتروحي على الفوتوشوب او على اي برنامج بتروحي تنفذي مجموعه خطوات هي بتعمليها في اليوم مرتين ثلاثه 10 50 زي المصورات لما انت بتروحي تصوري مثلا عنده صوره 4 في 6 غير الكم من الناس بيروح يتصور، بس هو بيمسك واحد واحد يعدل الخلفيه يعدل الالوان يعدل المقاسات وهكذا صح؟ طيب هل اصح بالنسبه لك يا اكرم ان انت تسجل الكلام ده جوه اكشن وتشغله على اي عدد من الصور ولا انت تقعد كل مره تعيده بايديك؟ اني احسن اسهل. لا اسجله اول مره يعني. طب تسجله مره واحده فقط. هنا بقى بيوفر لك بردك ان انت تروح تجيب مجموعه اكشنز جاهزه. يعني هاجي هنا اهو كده جوه الويب سايت اللي هي بنت الحلال دي. خد بالك؟ واجي اقول لو سمحت انا عايز من هنا اكشن. خد بالك؟ في اكشن مش عارف حد شايف معايا ايه ولا لا. في اكشن بيروح يعمل لي ريتاتشنج للصور، بيحولها من جراي لالوان. هتلاقي في عندك انواع كتير قوي من الاكشن. في اكشن بيحولك الصوره عندك لجراي او مرسومه كانها برصاص. كل دي عباره عن اكشن. طبعا خلي بالك الاكشن تحديدا هي عزيزه، عزيزه قوي يعني. يعني انت لما صعب جدا ان انت تروح تلاقي اكشن بمنتهى السهوله. فانت دي بردك هتتعبك كتير شويه، الاكشن بالذات يعني. فانا هاجي اقول انا عايز 3 فوتوشوب اكشن. خلاص؟ واجي اخش هنا على اي ويب سايت من الويب سايت اللي هي المتاحه بالنسبه لي او اللي هي بتسمح لي اروح اعمل داونلود ايه؟ لاكشن. خدت بالك؟ هو انت بتروح لاكشنز معينه او صفحات معينه بعينها ازاي؟ ده الكلام ده بيجي من خبره لا اكثر. خدت بالك؟ يعني انت من واقع الخبره مجرد ان انت بتروح عندك على الاكشن اللي انت محتاج ايه تنزله او تشتغل فيه. تعال نجرب مثلا اكشن فور اكزامبل مثلا اهو. تعال نشوف مثلا في حاجه ثانيه هقوله نيكست. انا بس بحاول اجيب اكشن سهل وسلس. يعني مثلا هاخد الاكشن ده انت بتدي له الصوره وهو يبتدي يديها لك بالافكت ده. هاجي اقول له هنا فري داونلود. نزل اهو هكليك يمين شو. هاخده بردك في مكان تاني كات. وهاجي هنا كده في المكان ده. وممكن كمان افضي ده عشان ما تبقاش الدنيا زحمه. وانت شايف ايه اللي بيحصل لك؟ الاكشن هاجي كليك يمين بيست اهي. وهكليك يمين اكستراكت هير اهي. اهو طلع عندك ايه الفايل ومكتوب عليه كلمه اكشن. هشغله ازاي؟ كل اللي انا هاجي اعمله هدوس عليه دبل كليك. اوتوماتيك الفوتوشوب هيتفتح. بس انا ما عنديش ولا قائمه هنا اسمها اكشنز. الكلام ده هناخده تفصيليا طبعا لما نيجي ناخد الفوتوشوب. فانا هاجي هنا من قائمه ويندو هتلاقي وظيفه اسمها ايه؟ اكشن. طيب فين الاكشن اللي انت نزلته؟ اهو. طب انا هعمل فيه ايه؟ انا مش فاهم. الاكشن بتاعك ده هطبقه على الصوره دي. تعالى كده دوس على بلاي. انا مش هعمل حاجه اكتر من كده. انا رفعت ايدي من على الماوس. هو شغال مع نفسه الوظائف المكرره جواه او المتخزنه جواه بيتم تنفيذها على الصوره اللي انت قلت له عليها. انت جماعه معايا ولا فين؟ مع حضرتك اهو. ما نفذش اي حاجه، ده هو مجرد ما هو راح نفذ الاكشن اللي انا عملته او اللي انا حفظته او اللي انا جبته على الصوره اهي. تاني انا بعمل هنا مجرد فايل اوبن للصوره. وليكن الصوره مثلا بتاعت سليمان عيد دي هي دي. خلاص؟ وهاجي على الاكشن اللي انا جبته
اشوف اسمه ايه اهو، اسمه اكشن 1، وهاجي اقول له هنا بلاي. لا أبصر، انا رفعت ايدي كده من على الماوس وهو بيقوم بتطبيق كل الوظائف المتسجله جوه الاكشن على الصوره اللي انا مديها. هتشايفها؟ يعني لو في بعض الوظائف عايز اقلل شادو عايز ازود شادو ممكن اجاوب عليه، لكن ادي الصوره. لكن انا بالفعل ما صممتش حاجه، ده مجرد ان انا طبقت اكشن على صوره. فدي اخر مرحله اللي هي المراحل اللي انت ممكن تزنقي فيها عندك على الايه؟